السلام عليكم الأخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفة ديال البيتزا اللي كنحتاجو. عندنا 500 غرام ديال الدقيق، عندنا شوية ديال الملحة نص معلقة صغيرة، عندنا شوية ديال الزعتر، عندنا بيضة واحدة، عندنا معلقة كبيرة ديال الخميرة، عندنا معلقة ديال سنيدة سكر سنيدة، عندنا الزبدة تمن جوج معلقات مذوبين، وعندنا زيت الزيتون نص كاس ما كاملش. كنبداو بديك الخميرة، كنديروها في ديك الزيت باش شويه تخلط لينا مع الزيت باش تذوب. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نديرو ديك سكر سنيده، نضيفو عليه شويه ديال الملحه، نضيفو الزعتر، كنحكوه بيدينا بسم الله. صافي، مي كنخلطو دوك العناصر اللي درنا ديال الملحه وسنيده. من بعد كنديرو الزبده ديالنا، من بعد كنديرو ديك الزيت، غادي نبداو كنرملو داك الخليط هكايا حتى كيتخلط لينا مع الزيت والزبده وديك الملحه، المهم كاع دوك العناصر اللي درنا. صافي، حتى كنشوفو الدقيق ديالنا ولا مرمل مع ديك الزبده والزيت، كنضيفو ديك البيضه بسم الله، وغادي نجمعو الخليط بالحليب. خلاص، الحليب على حسب الدقيق. صافي، وكنبقاو نجمعو العجين ديالنا حتى كتجمع، يعني ما نجيبوهاش جاريه وما نخليوهاش قاصحه بزاف. صافي، وكندلكوها مزيان، ومن بعد غادي نخليوها تمن نص ساعه. وكاين سر اخر، الا بغيتو العجينه ديال البيتزا تصدق لكم، من الاحسن خليوها ليله كامله في الثلاجه، ديروها في واحد ساشي بلاستيك وديروها في الثلاجه وخليوها ليله كامله كتخمر على خاطرها، من بعد كتجبدوها. انا غادي نخليها غير نص ساعه، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوجدوا الحشوه باش غادي نعمروها. من بعد ما درنا العجينه هكا قسمناها كويرات، غادي نبداو كنطلقوها. انا كنطلقها ماشي بالدقيق، كنفضل السميده، اي نوع سميده عندكم. انا غادي نطلقها بالسميده نتاع الدار. صافي، كنطلقوا العجينه ديالنا على الحجم اللي بغينا.
صافي. دابا غادي نحاولو نجيو الجناب ونديرو لها نقنطو دوك الجنيبات على هذا الشكل هذا، واش كيبان لكم ولا لا؟ كنطويو هكايا، عرفوش كتبان لكم؟ كنحاولو هاد الجنيبات هادو نطويوهم هكايا، كنمشيو على حساب هاد الطريقه هادي هكا وكنبركو كنطويو، وحنا غاديين هكايا وكنبركو هكايا. حتى كنكملو الدوره ديال البيتزا هكا، من بعد ما كملنا طوينا الجناب هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا، كنهزوها غير بشويه ونديروها لاطا اللي عندنا ها هي. من بعد غادي نجيبو فرشات وغادي نتكوها، غادي نحاولو نتكو العجين من الجناب ومن الوسط، علاش؟ باش ما تنفخش لينا على هذا الشكل هذا هكا ياك صافي. ونبداو هنايا في الوسط. من بعد ما تكينا العجين، العجينه ديالنا هكايا صافي. دابا غادي نبداو في التزيين، غادي نبداو بلاصوص طوماط هي الاولى. لاصوص طوماط من بعد البنات حيدنا لها القشره وحيدنا لها الماء، من بعد شحرناها درنا لها شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار وخليناها تتشحر حتى كتشرب ديك الماء ديالها وتولي عاقده. بغيتو البنات تدخلوا معها شويه، تنسموها بشويه ديال البصله مشلضه، دخلوا ديروا فيها شويه ديال البصله، ما بغيتوش لكم الاختيار. كذلك شويه ديال الزعتر حتى هو بغيتو تزيدوه، واخا انا درت شويه في العجينه صافي. وكنطلب لها الجناب باش ما يجيوش الجناب بويض، كيجيو حتى هما شويه عاطين اللون. غادي نزيدو شويه. بالنسبه للبنات الفرماج انا درت عندي جوج الانواع، واحد الشكل اخر ما وريت لكمش قبيله هو هذا غادي نديرو ديريكت فوق لاصوص طوماط، وعاد غادي ندير ديك الفلفله والسومو. بالنسبه للزيتون حتى هو البنات الا كان كيتواجد عندكم حتى هو كيجي في المنظر رائع، كيعطي حتى هو المنظر. المهم بالنسبه للفرماج اي فرماج عندكم كيتواجد يمكن لكم تدخلوه في البيتزا. لما ذكرت لكم في الاول قلت لكم البيتزا من الاحسن خليوها تخمر في الثلاجه ليله كامله، كتجي احسن ديك العجينه ديالها. من بعد غادي ناخذ شويه ديال السومو كندردرو هكايا، نمشيو على حساب في الجناب في الوسط. بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضره هكايا، يمكن لكم تطحنوا كل شيء مع لاصوص طوماط وديروها، ما تبان لهم حتى حاجه في الخضره داخله. يعني بالنسبه للامهات اللي كيعانيوا مع وليداتهم ما كيبغيوش ياكلوا لهم الخضره، هذا هو الحل اللي غديروا لهم، تشدوا ديك الخضره اللي غادي تدخلوا في البيتزا، طحنوها
وديروها هكا يا من الفوق، وعاد ديروا عليها دخلوا يا اما المهم اللي كيتواجد عندكم، يا كفته يا حوت يا صافي. كنديروا الفلفل هكايا باش كي كنعمرو هكا كندخلو فيها الخضرة. بعدا كتجينا البيتزا ما كناكلوش غير العجينة، كتكون داخلة فيها الخضرة وكتكون بعدا صحية للوليدات، وراكم عارفين الوليدات دابا كيحماقو على البيتزا. صافي كنظن كترت شوية بزاف ديال الفلفلة، غادي نقص، غادي نديرو ديك البصلة. البصلة على فكرة أنا دخلتها قبيلة مع الصومو، شلطتها معاه وخليتهم كيتشحروا. كنقطعو البصلة دوائر هكايا وكنحاولو نحلوها باش كتجيش غليظة ولا مهم كتجي هكا محلولة دوائر رقاق. صافي ومن بعد كنشدو ديك طوماط سوريز وكنديروها كنت نسيت البروكولي ما درتوش. البنات بالنسبة للبروكولي كتحاولوا منين كتفوروه ولا سلقوه، غير هو خصو يقطر مزيان باش ما يبقاش فيه الماء، وكتحلوه كتفسخوه بيديكم باش يجي هكا غير رقيق. ما بغيتوش تدخلوا البروكولي يمكن لكم تدخلوا في بلاصتو الفلفلة الخضراء، يمكن لكم تدخلوا الخضراء هذه القرعة الخضراء حتى هي في بلاصة البروكولي. صافي كملنا زين، دابا غادي ندوزو نكملو ديك الفيتوشي ديال هاد مطيشة سوريز. صافي ودابا غادي ندوزو الفرماج لاخر، غادي نديروه. بالنسبة لهاد الفرماج البنات هذا موزاريلا، كيكون على هاد الشكل هذا، كيجي رائع في البيتزا، كيعطي لديك البيتزا ديالنا مي كنقطعوها فاش كنقطعوها كيجيو فيها دوك الخيوط ديك التجبيدة ديال الفرماج كتشوفوها ملي كتقطعو وما طالعين معاكم دوك. صافي وكندردروها هكايا من الفوق غير شويه، والباقي الا شلنا البيتزا ديالنا بغينا نزيدوها شويه ديال الفرماج حتى نبغيو نخرجوها، حتى نبغيو نخرجوها عاد نزيدو لها شويه ديال الفرماج من الفوق. دابا كنكونوا سخنا الفرن ديالنا على درجه الحراره البنات تكون 100 250، لان علاش كنسخنوها على 250 مزيان حتى كيسخن لينا الفرن مزيان. من بعد كنبغيو ندخلوا البيتزا ديالنا غادي نقصوا في الحراره نهبطوها لديك 200 ولا 180. بقاو معايا حتى نشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزا. الطريقه النهائيه ديال البيتزا كتجينا على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه، كتجي الصراحة لا في لاباط ولا في ديك الحشوة ديالها. كنتمنى تنال إعجابكم، أنا أكيد غتجربوها غادي تعجبكم. وبالصحة والراحة وإلى المرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.